غزال طوبي، بقرون سميكة جدا، والمساء خشن شوية. الجمجمة بتاعته تقريبا راحت كلها بسبب الضباع، غالبا هي اللي خلصتها كده. دول برضو ويل فيست، بس دي قديمة شوية، ف يعني لونها بقى أبيض شوية. الكبير ده فيل، مكان الأنياب، وده مكان خرطوم، بس خلاص راح خالص يعني، لأن طبعا كله عضلات وكده، ف يعني سهل ما يتحلل ويتاكل. دي الأسنان، أسنان قوية جدا وكأنها كتلة واحدة، يعني تحس إنها كلها كده كتلة واحدة. مجموعة كبيرة، بس ما أظنش إن هو فيل كبير يعني، ممكن يكون وصل متوسط الحجم، لا صغير ولا كبير ولا يعني عجوز. وده سيد قشطة، يعني الجمجمة بتاعته مميزة شوية. العينين هي حديثة شوية، كنا لقيناها جنب نهر مارا، وغالبا كانت أسود مصطادة أو حاجة زي كده، معرفش بصراحة سبب موته، بس لسه الدم حتى لسه موجود دلوقتي، لحد دلوقتي موجود على عينه. ده مكان الأنف، هنا الأنياب والأسنان. ده نابل كبير، اللي هو بيبقى ضخم كده. حاجة قوية جدا. وهنا الأنياب الصغيرة أو الأسنان الصغيرة، بس طبعا دي اتشالت سقطت. ودي سن، صف أسنان. أظن متوسط الحجم، مش كبير ومش صغير، يعني متهيألي فيه أضخم من كده بكتير. وده الكيب بافلو أو جاموس البري الأفريقي المشهور، ده طبعا حاجة تانية خالص، ده غير الجاموس اللي عندنا في مصر، لأن ده الجمجمة بتاعته القرون في الذكور بتبقى لازقة في الجمجمة، وطبعا عشان أشيله تقيل جدا، تقريبا فوق 10 كيلو مرتاح، يعني ممكن توصل ل 15 كيلو كمان الجمجمة بس من غير أي حاجة. بيسموه الموت الأسود، بتحطه يعني مميت لأي حد، سواء كان إنسان أو حيوان، أسود أي حاجة. وده وورت هوك، أو اللي هو بومبا أو الخنزير البري الأفريقي، بس ضايع خالص، نبو ضخم برضو مش سهل يعني. النب كأنه بيجو، بتشيله عادي. مكوف برضه من بره من جوه، وهنا كده المكان اللي بيركب فيه بالظبط كأنه ليجو. طبعا الأنسجة والحاجات اللي زي كده اتحللت، فخلاص بقى سهل إن الواحد يركبه ويطلعه تاني. ودي الأسنان، كيب بافلو برضه، بس طبعا دي الفيميل، فعشان كده القرون بتاعتها أصغر بكتير. وده برضه اللي بيستهلك.